دكتور نافع نقدم له نموذج من الخدمة المدنية. أحد المجاهدين ذهب إلى مناطق العمليات 17 مرة، 17 مرة. المجاهد إبراهيم آدم المكي بدوي من السكة حديد، المجاهد إبراهيم آدم المكي من السكة حديد 17 مرة عمليات. الله أكبر، يكرم الآن على يد السيد مساعد رئيس الجمهورية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر. بارك الله فيك. وتحية خاصة لهذه الكتيبة الاستراتيجية من الخدمة المدنية، من الأخوات المجاهدات ومن الأخوان المجاهدين. ونحن حقيقة سعيدين جدا أن نكرم ونشرف بتخريج هذه الدفعة من مجاهدي ومجاهدات الخدمة الوطنية، الخدمة المدنية. وفي هذا التاريخ بالذات تاريخ الاحتفال بعيد الاستقلال، ويزيد الله سبحانه وتعالى زهوا بهذه المناسبة أن دفع الخونة تجمع المعارضة ليعلن فيها ميثاق الجديد باسم الفجر الجديد، وهو فجر كاذب. أقول من الله علينا بهذه المنة أن ساق هؤلاء إلى حفر مقبرتهم التاريخية، أن أعلنوا في مناسبة عيد الاستقلال أنهم يتبرؤون من دين الله ومن شريعة الله ومن سنة رسوله. وحتى لا يكون هذا، وحتى لا يكون هذا قول بلا دليل، أنا أدعو الحضور جميعا وأدعو أهل السودان كافة في داخل السودان وفي خارج السودان أن يطلعوا على الوثيقة التي وقعت بالأمس والتي تنشر في الإنترنت وتنشر في الفيسبوك. إذا لم يجدوا فيها ما قلت فذلك مردود علي. الحمد لله الذي جعلنا نجتمع نحن هنا في ساحات الفداء والدفاع عن الوطن، وجعلهم يجتمعون في ساحات الشيطان والطاغوت، يتحالفون معه ويتعاهدون معه وهو الكذوب. الحمد لله الذي جعلهم يختارون عام 13 عاما للحسم، ونحن نرحب بذلك ونقول لهم إنه عام الحسم وإنه عام بدر الكبرى، وأنكم سوف تخرجون ومعكم الشيطان، ولكنه سوف يرى جند الله في الأرض ويرى بإذن الله ملائكة الله معهم، فيفر منه ويقول لهم إني أرى ما لا ترون. الحمد لله الذي جعل هؤلاء يتحالفون ويتفقون على أن تلقى الشريعة وأن تحرر القوانين من أي طابع إسلامي لتكون كما أرادت الدول الغربية في مواثيقها وفي عهودها. ونحن الذين نقول ما خلقنا إلا لنعبد الله دون غيره، ونحن الذين نقول أن الله سبحانه وتعالى قد ميزنا على سائر الشعوب بأن فتح علينا هذا الفتح المبين أن نعود إلى الله تائبين آئبين، وأن نحكم فينا شرع الله، وأن نقتدي سنة رسوله الكريم. كيف يكون عام 13 عاما للحسم؟ ومن الذي يستحق أن يحسم الآخر؟ الذين يدافعون عن حقهم المبين والذين يدافعون عن باطلهم اللجلج. كيف يكون الحسم وبعض الناس يجاهد ابتغاء مرضات الله ويطلب الشهادة، والآخر يقاتل أو يدفع إلى القتال من أجل مصلحة يصيبها، من أجل نصر يتوج به على رؤوس أهل السودان علمانيا
لا يعرف لله رب العالمين حقه ولا يعرف للرسول صلى الله عليه وفضله. كيف يكون تكون هذه منازلة كما يعتقدون في صالحهم، ونحن الذين نقول وقد سمعناها من هؤلاء إنه نحن نخرج في سبيل الله نشتري الجنة بالأرواح وبالمال، لا يروعنا الفناء في سبيل الله ولا يخيفنا الموت في سبيل الله، لأنه ما هو إلا انتقال في لحظات يشعر فيها المرء بنعمة الشهادة وبحلاوة الشهادة وبرائحة الشهادة. إلى أين ينتقل هؤلاء؟ إلى أين ينتقل هلكاهم؟ هلكاهم ينتقلون إلى النار ساعة خروج روحهم، ونحن شهدانا ينتقل إلى جنات عرضها السماوات والأرض بإذن الله رب العالمين. اقرأوا جميعا أيها الشعب الكريم، وأنا الآن أقول لأهل السودان كافة، اقرأوا هذه الوثيقة لتعلموا أن الصفوف قد تباينت. صف من عباد الله وأتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وصف من العلمانيين الذين لا يقرون لله سبحانه وتعالى بشريعة ولا بتوجيه ولا بكتاب منزل. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. نعم إخوتي وأخواتي الكرام، هو الحق البين الأبلج في هذه المسيرة القاصدة إلى الله رب العالمين، التي تدعو لاستكمال العبودية لله في كل فرد على حدة، وفي كل جماعة على حدة، وفي الدولة كافة، مقابل الذين يودون أن يبيعون أنفسهم قبل مجتمعاتهم إلى الشيطان وإلى الرذيلة وإلى شهوات الدنيا الفانية. هذا هو الحق الذي نحن جنده بإذن الله رب العالمين، وذلك هو الباطل الذي يجتمع له هؤلاء، وبدون حياء ينشرون هذه الوثيقة. كدت أن أعجب من نشرها، ولكنني استرجعت نفسي وقلت أن الحياء من الدين، فكيف نتوقع من الذي لا يستحي من الله رب العالمين الذي خلقه فسواه، وكيف لا يستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو في القرآن أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الذي لا يستحي من الله ولا يستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أتوقع منه أن يستحي من البشر؟ إنه عدم الحياء الذي ينتزع من الإنسان بعد أن يجرد نفسه من أي صفة من صفات الإيمان. نحن نقول باسم المجاهدين اليوم وباسم أهل السودان كافة أننا على أتم الاستعداد، ولو تخلوا عن ذلك، أن يكون العام 13 عاما للحسم. جاهزين لحماية الدين، جاهزين لحماية الدين، جاهزين نتبع بين. ونحن نقول إن شاء الله رب العالمين نعد لهم القوة وما استطعنا من ركاب الخيل، ثم نسأل النصر من الله من بعد ذلك، ليمكننا منهم في كل بقعة من بقاع الأرض إن شاء الله سبحانه وتعالى، حتى تكون أرض السودان جميعا مسجدا لله حيثما توجه المرء بإذن الله رب العالمين. ربنا يا وطن.